شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا الذهب والفضة يعلم الله يا جماعة، لما سمعت بالنبأ غمرني السرور وحسيت راسي وصل للسماء. يعني شغلة مو معقولة بنوب، نفر من رجالنا يحاولوا خطيفة الحاكم العسكري، ما حصلت قبل بالشام. واللي فهمته من الخلايا انه عملوا هالشي مشان يبهدلوا الأسرة. اللي عمل العملة قبضاي ومدمشق وبنحط على الراس من فوق، لأنه الأسرة دخلوا الحبوسة كرمال البلد وأهل البلد، وتحرير واجب علينا أمام الله والتاريخ. كلامك عين الصواب يا أبو طالب، وكلياتنا من أيدك بالحكي. وموضوع تحرير الأسرة لا شك بهم الجميع، بس عدم المؤاخذة كمان عملة النفر يلي جنابك عم تحكي عنهن حطتنا بورطة عويصة يا أبو طالب. سيدنا الشيخ عبد الرحمن حط ايده على الجرح،
نحن هلا بورطة والفرنساوية حاكونا من الآخر وقالوا بالألم نشرح، يا أما منسلمهم الفاعلين خلال 24 ساعة يا أما رح يهدوا الحارة فوق رأس ساكنية وحلها يا حلال. بيعملوها إلو سوابي كلياتها بتتذكر شو فظعوا بالميدان ولا العمايل اللي عملوها بالدرويشية والعمايل اللي عملوها بجبل العرب. صلوا على النبي يا سيادنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحن لازم نلاقي لنا طريقة نفك فيها البلع عن الحارة. أنا عم بقول يا أخوان تسليم نفرين ثلاثة للفرنساوية ممكن ينجي الحارة وأهلها من بطش الفرنساوية. لا يا معين أفندي، هي ما حبيتها منك بنوب. يعني أنت بلا صغرة ممكن تسلم أخوك شقيقك اللي من لحمك ودمك للموت للهلاك؟ مو أحسن ما تهلك الحارة يا أبو طالب وأهلها؟ ومين قال لك إذا سلمت بعض النفر للفرنساوية رح تسلم الحارة؟ هيك سمعنا من المختار أبو عزيز وسيدنا الشيخ عبد الرحمن. لا يا معين أفندي، هذا الكلام بدك تسمح لنا فيه. الفرنساوي من أول ما دخل بلادنا علمنا على المخادعة والكذب والغدر. يعني قولتك ما نسلم الفاعلين؟ ليش سيدنا الشيخ نعرف وين أراضي الفاعلين أول؟ عم نحكي أبو عزيز عم نحكي، خدني بحلمك. عم يا أبو طالب أنت شو بتقول؟ والله يا أخي يا طلال، بالأول والأخير الشور إلكم والقول إلكم. أنا وإخواني رح نكون سند ودعم لأي قرار بتاخده. حكمت بيك ما اسمعنا رأيك، حكي لك كلمة. الحقيقة أخي أبو عزيز البت بهيك أمر ما نهين بنوب، يعني الشغلة فيها مصير ناس، بس أنا بكل الحالات بضم صوتي لصوت أخي أبو طالب. يعني تسليم الفاعلين أمر غير جائز لأنهم هن قاموا بفعلهم من دافع وطني ونبيل. لك الله محيي أصلك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أبو طالب الأنواتي ورجال حارة الأنوات بيرفعوا الرأس، عليم الله بينشد الظهر فيهم. إيه والله لك صبوحي، عليم الله طلعوا من زينة الرجال، الله يحميهم. عمي من طول عمرهم أهل الشام هيك، وقت الشدايد بتلاقيهم إيد وحدة، مشان هيك الشام عمرها ما بتنضام. الله يحمي الشام وأهلها أحسن شيء. آمين يا رب العالمين، آمين آمين. معناها لولا وجود أبو طالب باجتماع الليلة كان ممكن الأعيان والوجهاء يطلعوا بقرار تسليم الفرنساوي. لك الله محيي أصلك وفصلك يا أبو طالب على الدرار اللي طلعت منك. كمان حكمة أفندي برد لي صدري برأيه وموقفه الحلو، بس أبو طالب بالساس هو اللي كان السبب ودار رأس الكل. ولما وصفني بالزقرت والمدمشة خلى راسي يوصل للسماء لفوق، وتمنيت بلحظتها أصرخ بملا صوتي وقول أنا حمزة الجابري اللي كان ورا عملية خطف الحاكم العسكري. لك كبير ومهيوب الأنوات وصفك بلسان حاله يا حمزة بالزقرت والمدمشة. لذلك كان لازم أقول للجميع إنه أنا يلي تعديت على أكبر راس فرنساوي. لازم بدل ما أبقى ساكت وكاتب مثل يلي سارن أو ناهب أو عامل العيبة لا سمح الله. لا إله إلا الله أبو العباس، ما حدا يعرف بها السيري. طلال ما عاد فيني مخبيها، رح بختنق الكبارية لازم يعرفوا. لك ما بيصير حدا يعرف، ما بيصير. لك يا اخي خلصنا، هدي حالك انت ورو. انا شاورت حالي ومن عندي قضيتها خلصت. صاير عم تقضي من عندك ابو العباس بدون ما تحكي معنا؟ لك ابو العباس ما بيصير حدا يعرف، فهم علي. لك ابو العباس،
حمزه امين. اهلا عمي عبد العزيز. عمي في موضوع انا صار لي فتره مخبيه عنك وعن عيال الحاره، بس ما عاد فيني نايم على السيره بنوم، صار لازم خبرك. خير شو في وشني احكي؟ خلينا نفوت لعندك على الديوان بنحكي جوا وفهمك السيره على رواق. تفضل. شرف. حصل شيء خطير، فحبينا نخبرك يا حمدي افندي. تفضلوا تفضلوا شرفوا تفضلوا. يلا كريم. يلا يا كريم. يا كريم. حمزة الجابري ما غيره؟ حمزة الجابري خبرنا بهذا الشيء بعضلة لسانه، وقلنا له انه يهدي باله ويطول باله هالايام لانه الفرنساوية مو مصلين على النبي. وعدنا بس خلف وعده. بصراحة يا اخوان وبالرغم من خطورة الموقف اللي عمله حمزة بيرفع الراس، ولد بسن حمزة يفكر بالأسرة ويحمل همهم ويخاطر بحياته كرمالهم شغلة كبيرة كثير. هلا من الناحية حمزة أبضاي اصغرته قلبوي مثل اخوه وابوه الله يرحمهم، بس عملته اكبر من عمره بكثير يا اخوان. هلا يا جماعه خلونا بالمهم ولاقوا لنا شيء دوباره لهالمصيبه قبل ما يفوت الاوان. يا شيخ عبد الرحمن ما نحن جايين مشان الشغله، هاتوا لنشوف. احكوا قولوا شو ممكن نعمل بعد ما عرفنا مين ورا هالعمله هي. شو رايك؟ تفضل احكي. انا عندي فكره بس ما بعرف اذا توافقوني عليها. هات لنشوف شو هالفكرة. تفضل احكي. طالما المسألة خطيرة وبدي اقول رايحة، خلونا ناخذ رأي ابو طالب. ابو طالب وبشو رح يفيدنا؟ الزلمة حامل همنا واجا وقدم خدماته، ممكن يفيدنا كثير. ايه انا ما عندي مانع. ولا انا، بس تحركوا. وانا بقول ناخذ حمزة معنا. من شو بدنا ناخذ حمزة؟ مو هو صاحب العلاقة يا اخوان؟ اخي ناخذه معنا، بس خلونا نتحرك رح نصير نص الليل. تكي بدل اوعيه وتمشي. عجل يرحم والديك. الله يعطينا خير الايام اللي جايه. امين. هذا انت اللي عامل العمله لحمزه؟ مظبوط عمي. محسوبك اللي عمل العمله. وليش عم تقولها وانت غجلان وخايف وكانك عامل عمله مو منيحه؟ انا من بدايه الامر يا اخوان قلت اللي عامل العمله هذا بطل ومن نفس الاجواد. روح الله يرحم التراب اللي لم بيك وخيك ويحيي البطن اللي حملك. تعيش عمي تعيش. عمي وحياة مين جمعنا، أنا ماني ندمان على عملي بنوب، بس عتبان على حالي شوي لأني خالفت تعليم كبارية الحارة وأنا ما في بالعادة أعمل هيك عملي. بس عمي كمان نحن مو كل يوم بيصح لنا نحصل على معلومات بتخص شخصية هالواطي. مظبوط كلامك. وما بخفيك عمي أنا والزلم صرنا حصة منيحة عم نلحق أتره لهالواطي من قرني لقرني هيك لحتى زبطنا. ومثل ما بتعرف يا عمي أبو طالب أنا قاطع عهد على نفسي إني لا نام ولا دوق طعم الراحة غير لطلع كل أسير من السجون الفرنساوي ورجعه لحضن ميمته اللي نشفت دموعه عليه. الله محييكم نفر نفر وفرد فرد. بس بصراحة يا عمي بعد ما كبرت القصة ووصلت لأذى أهل الحارة أنا رحت لعند عمي أبو عزيز وليكو قدامكن، قلت له أنا بروح لعند الفرنساوي وبسلم نفسي وبعترف بعملتي كلياتها من بابا لمحرابة وصلى الله وبارك عوفيت. بصراحة يا أبو طالب من ساعة ما جل عندي حمزة وحكى لي الحكاية وأنا مربط ومشوش ما عارف شو بدي ساوي، مدنت لحالي نزلنا لعند الشيخ عبد الرحمن ومن هنيك نزلنا لعند بهجة أفندي، وهنيك كان الخيار نجي لعندك ونشوف إذا عندك حل مناسب. أنا رأيي يا أخوان إذا حمزة سلم نفسه رح تقوى زنفة الفرنساوي وما عاد يتحبك، ويمكن زيد مطالبه ويمكن يطالبوا بتسليم زقرتاوية الحارات كلها ألم أي. إذا بدكم رأيي أنا رح أقوله بصراحة وبصوت عالي. تفضل يا أبو طالب. ما نحن عزينا لعندك يا أبو طالب من شأن هالغرض هاد. تفضل تفضل احكي. تفضل يا أبو طالب. أنا بقول يا أخوان واحد أبضاي مثل حمزة ما بصير يتفرط فيه ولا تحت أي ظرف من الظروف، لأنه خير من وندة الشام. نحن معك يا أبو طالب ولا يمكن نسلم حمزة لحدا. والحل يا أبو طالب؟ مظبوط، بدنا الحل الشافي يا أبو طالب، ما بيقدامنا غير ساعات قليلة للمهلة. المجابهة، ما في غير المجابهة يا جماعة.
واي حل ثاني بتفكروا فيه مع عدو غاصب ولاقيه محتل بيكون مضيعه للوقت. ايوه اخي، ما اطلب المهنه يومين ثلاثه اربعه لسي منه لبين ما نفزع اهل الحميه والبي يا رب العالمين. امر الله وطلع من البيت من قبل ما يفيقوا العصافير، ولا سالنا اذا بدنا شيء ولا ما بدنا شيء، كمان ما يرجع لانصاص الليالي. والله يا الله ما قالها، يو ما قال الله. انتي بس روقي حالك ولا تهزي لي بدنك، ما بدي لصحتك يصير ولا شيء ستي، الله يوفقك. اسمعوا على هالحكي، لك شلون ما فور واغلي وانا ما بعرف شو عم يساوي. لا واحلى شيء كل ما بقول له يا ابني يا حبيبي الله يرضى عليك، لا تغيب لا تتاخر لا تغط، بهز براسه ايه وبيقول لي ايه 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 وبيرجع لنفس الديباجه. لك الله يصف عمري لحتى اخلص من هالفورات اللي عم يسبب لي اياها كل يوم والتاني. الله يصف عمري الله يصف الله يصف عمري. يا خالتي يا مال الشام، ام عباس يا خالتي يا مال الشام، اطلعي شوفي شو بدها، اطلعي لعيوني بس روقي حالك. لك روقي خلص يا خالتي يا مال الشام. اجيتك خالتي اجيتك. ايه خالتي؟ لك وينك خالتي؟ لك تقبريني، سمعتي هالسمعة؟ مطبولة بالحارة القصة. انه سمعة خالتي ام حسن، شوفي عم يقولوا الخلايق انه في نفر من شباب الحارة محاولين يخطفوا الحاكم الفرنساوي. يا ساتر استر يا رب. وبعدين؟ ايه والله قالوا لما ما زبطت الخطة اجا الحاكم الفرنساوي وهدد انه اذا ما بسلمون هالشباب هاي بدهم يلموا شباب الحارة ويهدوا الحارة عليهم. فضايل الله والرسول. انت من وين جبتي هالحكي خالتي ام حسين؟ اجت لعندي جارتي ام معروف قبل الظهر وحكت لي ووصتني، قالت لي روحي جيبي شوية مونة وخلافه مشان لانه اذا كبرت السيرة ما بقى تقدري تطلعي برة الحارة. يوه معقول؟ ايه تقبرني لك كل شيء جايز خالتي. الله يخليكي، إذا أجيتي لعنا بكرة ما تجيبي هالسيرة قدام تيتي، حاكم هي على طول ضايجة وغليان قلب على عمي حمزة. لا توصي حريص تقبريني، كمان أنتو خدوا احتياطاتكم دكنوا شوية مونة، حاكم ما بتعرفوا شو بصير لبين ما يجي عمك حمزة. طيب يلا عن إذنك خالتي أم حسين. الله معك حبيبتي. ابو العباس طمني شو طلال؟ اجي مروان عبيد وباقي الشباب اللي عندي على الفرن اوام. طيب احكي لي شو صاير هلا لتجيب الشباب؟ بنحكي هنيك عندي على احمدي. طيب مين حكي بس؟ لك يا طلال الحاره قايمه مو قاعده، جيب لي الشباب وهلا بنحكي. يلا تكرم ابو العباس. اوام اعطوا عينكم منيح يا رجال. طالب أهلين عمي. خير عمي طاهر؟ ما في وقت للأخذ والعطاء، الأمور منيحة بنوب. أنت أمرني وأنا جاهز. أنت وسعد وصبحي بتروحوا تبلغوا زعماء عصابات الشام كلها، بتقولوا لهم أبو طالب بيسلم عليكم، يعدوا العدة ويكونوا عن ندى مشان مناصرة إخواننا باليمرية. صار عمي. وبتطلعوا على كيوان بتبلغوا الشباب يرابطوا الليلة بستان الذهبي، منجتمع هنيك باب شري. عيونك عمي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. انو مساء عمي هاد؟ رح يطلع الضو. كان عندي شغل ضروري. شغل هلا لنصاص الليالي؟ لا لك شغل عمي، شغل. طيب وانا وتيتي؟ ما قلنا حدا غيرك من بعد الله. انت عيني يا مال الشام وستك ام العباس عين. بس بس شو؟ يا على قلبي عليها ما نشفت لها دمعه بسبب غيابك عن البيت. الله كريم عمي الله كريم، لابد انها تفرج. امتى عمي امتى؟ لا لك لابد انها تفرج. شبك عمي؟ صحيح انه الفرنساوية بدهم يهجموا لعنا على الحارة؟ وقال بدهم يهدوا البيوت فوق راس العالم. في هيك شي عمي، في هيك شي. معناتها كلام خالتي ام حسين مزبوط. يعني آخر شيء قرروا رجال الحارة مثل ما أنا قايل، المواجهة لآخر رجال.
وهذا هو كان كلام ابو طالب الانواتي من الاول. شو هالابو طالب الانواتي؟ زقرت ومعدل وقبضاي. اي والله اي والله، والنعم منه ومن رجال الشام كلها. اسمعني، هاي مطمن على الشباب. يلا قوم الله يقويك. هاتوا القلم من فضلكم وتواي يا بنا حلو، رقي صفحتي من بلوتي ولا شر علي دواي. تاهت بيا دروب المدن شرقا وغربا علي اجد بلسما ودواء. انا صرت رجال يا مو، وما في داعي عالطالعة والنازلة تقلي لي وين كنت ومع مين كنت، وين رحت ووين اجيت. انا ماني صغير. انت ابني ومالي غيرك، وبدي اعرف وين عم تروح وين عم تجي، لانه قلبي حاسسني انك مخبي عني شيء. يعني شو بدي اخبي عنك يا امي؟ شو بدي اخبي عنك؟ ما بعرف، بس انا حاسه انك متورط بشي قصه وخايفه يصير لك شيء مكروه لا سمح الله. اي والله ساعتها مضيع انا وبنت اخوك. لا تخافي يا مو، لا تخافي. لك شلون ما بدي خاف وانا قلبي عم يقول لي انك مخبي عني شيء؟ مالي مخبي عنك شيء يا امي. طيب حليف برحمة أبوك وأخوك إنك مالك مخبي عني شيء، وريح قلبي. بوس إيدك يا مو، بوس إيدك. عم أقول لك حليف برحمة أبوك وأخوك وريح قلبي. يوم يا مو أنا متزاعم رجال وعم نقاتل الفرنساوي، منيح هيك؟ ارتحتي؟ ولا أنا ناقصني إيد ولا رجل يا مو؟ لحتى ما آخذ بتار أبي وأخي اللي انقتلوا وراحوا هيك؟ لحتى ما آخذ بتار كل شهيد وكل أسير قاعد بسجون الفرنساوي يا مو؟ الفرنساوي ناوي يفوت على الحارة ويهد فوق رؤوس أهله، والشام من كبيرة لصغيرة عم يتحضروا لهيك يوم يا أمي. بدك كان يقعد بالبيت مثلي مثل الحريم؟ بس لأنك بتخافي علي؟ مو عيب؟ أكيد التمن راح يكون غالي يا أمي، غالي كتير، بس لابد ندفعه. بقى لا تحسسيني بالذنب لأني ماشي ممشى أبي وأخي يا أمي، وما بيصير غير اللي كاتبه ربك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أمو بدي منك شغلة واحدة بس، اتمديني بالدعاء لأنه بيحصلني وقت الشدايد. روح يا ابني الله يحميك، الله يكون معك، الله يقويك. ما بعرف شو بدي أقول أكثر من هيك. هيك ها؟ هي هي أم العباس اللي أنا بعرفها. إيدك يا مو. الله يخلي لنا إياكي. وأنت عمي مال الشام، بدك تمديني بالدعاء؟ روح يا نور عيوني، إلهي ربي يحميك بكل حركة وبكل خطوة. عهدا علي يا خي لا أنسى ولا بيعك، ونجفت بحور المي بيدي لروي أنا بيعك، وشوار بك الصوت لا كم يا مو. أنا مقدر وشاعر فيكي، حاسس بشوقك، بس يا مو الواجب أكبر من كل شوق وأكبر من الكلام كله. بلادنا حزينة يا مو، وكل يوم عم تلتاع ألف لوحة، وأنا ابن شهيد يا مو، وأخو شهيد، وعيب علي ما أم الواجب، عيب يا مو. كأنه أبوك، كأنه أخوك،
يلي عم يحكوا هالكلام. سبا ما بيخلف غير سبا. الله يرضى عليك يا ابن قلبي، الله يرضى عليك وعلى اسمك. جايز الايام الجاية تكون سودة علينا مثل الأطران، لذلك بدي اياك تشدي حيلك يا مو. انت حرمة شهيد وام شهيد، انت الحرة الشامية يا مو. مشوار بك الصوت لكمل المشوار وجيب الانتصار بالفشك والنور والنار. ويلا لك عمي عليو. تزهر بلاد الطهر بخصار. بارودة؟ ايه بارودة. اسمعي يا مال الشام، بدي اياكي تكوني قوية، قوة بنت شهيد راح بلب أوانه. شو هي؟ أنا قوية عمي، وبوعدك كون قوية. امسكي من ايدي لكان. بس أنا شو بدي ساوي فيها؟ هاي البارودة بتخليها معك يا مال الشام، بتحمي حالك وبتحمي ستك وقت تكون أنا غايب عن البيت. بركد الله سمح الله صار عليكم شي بغيابي. أنا؟ لك ايه انتي. امسكي من ايدي، امسكي. انتي اخت رجال يا مال الشام، اخت رجال. مسكي لشوف. أكيد بتردين وراها. الله يجيره من آخرتها، الله يحمي يا رب. آمين. شو صار؟ شو في؟ يا مال الشام ويلا يا مالي طال المطار يا حلوة تعال. شو هالسوحة حلوة؟ طال المطار طال وطول ما بيتغير ولا بيتحول. شو يا مسعاد؟ شو إيه؟ صار معك؟ بشو؟ موضوع الخطبة؟ ما زبطت عمي، ما زبطت. لا تقول انت وخلصت ما زبطت. طب شلون ما زبطت يعني؟ ما زبطت، قال طولي مو عاجبهم، ما بيناسبهم لاني قصير. ها إيه؟ شو بدهم ضابط بالعسكر يعني؟ إيه شو بعرفني؟ والحال؟ الحجة راح تدور على غير جماعة. أحسن. إيه. لك شيء ما راح تزبط، راح تزبط. سألني إلي. إن شاء الله. لك روح مسعد، روح قول الله يحميك. لك يا سيدي مو خلاف الله يحميك، لك ما خلاني لا كاسة ولا طاولة ولا كرسي كله اتكسر. لك روح بقى، روح بقى، خلصنا. حاضر. الله محيي البطن اللي حمله. اي والله. هاتي كاسة شاي. دورية. خير ان شاء الله. شوفي روحي هيك بدنا نفتش بيت يا حرمي. لو شو بكون فتشوا البيت لك اخي؟ هي مو شغلتك، بعدي هيك تطول بالك مش العجلة. ايه
اوعك يا عيون خالتك، اوعك يكون إلك يدها. لا تنسى يا سعيد انه هدول اهلنا واخواتنا وجيراننا. لا توصي حريص خالتي، لا توصي حريص. ما بدي اياك بيوم من الايام تكون معهم على اهل بلدك. انا بعرفك منيح وبعرف تربية اختي منيح، بس لازم ضل كل مرة ذكرك لانه بخاف تقوم تتورط. لا تخافي خالتي، لا تخافي، انت بتعرفيني منيح، وهي مو اول مرة بتصير هيك قصص. بعدين انا لا اذيت ولا رح اقبل انه ينأذى واحد من اولاد بلدي على ايدي، حتى لو كلفني هذا الشيء حياتي. بس اخ يا خالتي اخ، الله يلعن السبب اللي خلاني اكون بالجيش الفرنساوي. مو طالع بايدي يا خالتي، مو طالع بايدي شيء. بدون يا خالتي بدون. ما في حدا لاسطوع سيدي. لا بدل لك سيدي، ما راح تعترف فيه وين موجود بدر الدين؟ بشو بدي احلف لك يا سيدنا؟ اني ما بعرف وين ارضي. بسيطة، بس خبري إذا بيطلع الأسابع سما راح نطوله. وراي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتح ميمي، فتح. راحوا لادين الكلب يا مو. راحوا الله لا يردهم. لك ايه ما خصباتهم يمسكوني. والله خايفة يغافلونا شي يوم يا بعد عمري وينالوا منك. حاكم عم يفارقونا. لا تاكلي هم يا مو، انت بس ادعي لي. ربي يوفقك. هاي الاكلة يا ستي بيقولون هاي برا. شفتيني جنابك شلون قطفتهم وغسلتهم وصفيتهم، وبعدين حضرت هالرز اسمه مفلفل، يعني لحمة وملح وبهار وشحمي. هلأ ها عم لفه. يعني بدك تلفيهم كلهم؟ ايه لكن كلهم كلهم. ووحدة وحدة؟ وحدة وحدة. معناته حديثنا طويل. تفضلي يا خانو عم اسمعني. شو كان بدي اسألك؟ كان بدي اسألك عن الأوضاع بالشام. شو رأيك باللي عم بيصير؟ يا أنا وضع من هون، يعني المشاكل و مشاكل بيني وبينك يا خانو، الخلايق ضايجين واصلة معهم للسما من هالحوال هاي. ألوغ، الناس بالشام بدها إنه الأوضاع تهدى وترجع تعيش بسلام وأمان. نسبة با لكن يا خانو، مين ما بيتمنى يخلص من الحروب والضروب ويعيش بسلام وأمان؟ يو كتير ناس للأسف، في ناس ما بدها إنه الحرب تخلص. أمينو هدول؟ إيه أكيد هدول مجانين وما عندهم عقول. سي با فري، هدول ناس يا أم عنوان بيعرفوا شو عم يعملوا، يعني في عقول براسهم. ياه رح تحطيلي أعلي بكفي. مينو هدول؟ مينو هدول اللي ما بيتمنوا يخلصوا من الحروب والضروب؟ ياه مخربين. عدم المؤاخذة شو يعني؟ يعني الناس يلي عم بيقتلوا الفرنسيين هن نفسهم يلي عم يخربوا في دمشق. ياه 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 هون عنا بالشام؟ أكيد ما سمعتي فيهم؟ يبليني بقتلي إن شاء الله إذا كان سمعاني فيه. معقول يا أم عماد؟ كل الشام سمعاني فيه. ياه معقول ونص يا خانو، الله وكيلك.
أنا مثل ما نيك شايفة، لا طلعة ولا فوتي، كل شي بعرفه هالمطبخ. برات باب زقاق شوفي الله أعلى، هذا كل شي بعرفه. أفني طمنوني، شو صار معكم؟ هلا بصراحة يا راجي يا فندي، ما عرفنا مين واقف ورا هالشغلة. لا لا تقول هذا. شو رح نكذب عليك يا راجي يا فندي؟ والحل يا جماعة والحل؟ الحل يا راجي يا فندي إنه تحكي لنا جنابك مع السلطات الفرنسية، بركي بيمهلونا كم يوم لحتى نعرف اللي عمل هالعملة. لا بدي شو قصدك ها؟ مفكر السلطات الفرنسية ما له شغل غيرنا وعم يستنون لحتى نأمرهم، شو قصدك أنت؟ لا بس الموضوع بده شوية وقت يا راجي أفندي. ولا نفكر معنا عصا سحرية بحركتين فينا نطالع الفاعلين؟ لك أخي والله الحق معكم، أنا بعرف إنه الموضوع مو سهل، بس أنا ما بقدر كل دقيقة والتاني يعني على مؤاخذة أدلق حالي على السلطات الفرنسية. عليك ما بيصعب شي يا راجي أفندي، يعني لازم تساعدنا بهالموضوع. يعني إذا أنت ما ساعدتنا مين بده يساعدنا؟ الغريب؟ وجنابك قد وقدود والجماعة أصحابك وما بيرفضوا لك طلب. حسبي الله ونعم الوكيل. أخي من أخو قديه بدكم مهلة لحتى تسلموا الفاعلين؟ يعني بدها شي 3 4 أيام مو أكثر. أي لا أبو عزيز صلي على النبي، 3 4 أيام كثير يا جماعة كثير. أي لا مو كثير راجي أفندي مو كثير، لأنه معلومك شغلتنا مثل اللي عم يدور على إبرة بيكون قش. مضبوط هالحكي. أخي الموضوع مو سهل، مو سهل بنوب بنوب. وانت منا وفينا يا راجي افندي، اكيد ما حد فرق فينا بهالسهوله. وما حدا غيرك رح يقدر يمدد لنا المهله. حسبي الله ونعم الوكيل. اخي تكرم عيونكم، يعني لو بدي اتبهدل وتشرشح بوس اجرين الفرنسي رح دق له منين؟ ام عماد ما عندك قرايبين؟ يا ريت، يمكن عندي بس انا ما بعرفهم. صفياني وحداني. كيف يعني؟ يا خانو أنا أصلي من هون من الشام، أمي وأبي ماتوا بطوشة الصالحية، وقتها كنت صغيرة وعيت على هالدنيا بهالمطبخ. الحمد لله هذا كل شي بعرف. شو يعني طوشة؟ طوشة يعني هيك علقة بيعلقوا ببعضهم هيك مثل ما تقولي. شو رأيك تلفي لك وحدة؟ جربي، رح حط لك أنا الرز تلفيها. أيوة أيوة تمام. معك معك بتتعلمي. احترام سيدي، أنا الراجل سيدي رئيس مخفر الإمارية عم يتحدث معك شخصيا. سيدي سيدي أنا بدي أطلب منك طلب، بس والله ماني عارفان شو بدي أحكي. نعم نعم سيدي بعرف إنه الموضوع صعب كتير، بس سيدي بترجاك يعني بس تتكرموا علينا تمددونا المهلة يومين ثلاثة لحتى يتمكنوا وجهاء الإمارية من تسليم الفاعلين. سيدي كرمال خاطري بلكي بتمدد الموضوع يومين ثلاثة لأنه الجماعة شغلتهم صعبة. سيدي بترجاك وبوس إيدك كرمال خاطري بس يومين ثلاثة، لأنه والله الجماعة سيدي مو عارفين شو بدو ساووا، الموضوع صعب كتير سيدي. يا سيدي إذا بتريد يومين ثلاثة وبتاخد الفاعلين من شواربي سيدي، سيدي من شواربي، بس بترجاك لا تخجلني قدام ناسي وخلاني خليني ياكل. سيدي يا سيدي بشكرك على الثقة العالية اللي منحتوني إياها، وبوعدك خلال يومين بتاخذ الفاعلين من شواربي. بكرر شكري وتقديري لكم سيدي. احترامي خليني ياكم. شكرا سيدي شكرا. بشر عجي افندي بشر. يومين بس سيادته مدد المهلة يومين فقط. ها يومين بس يا راجي افندي؟ اضحك بعبك سيدنا مليح رضي يومين. اخي نامي يكتر خيره عمل اللي عليه. فالخدمة ما رح ننسى لك يا كل العمر. بس يكون بعلمكم يا جماعة
ترى اذا ما سلمتوا الفاعلين بيومين انا راح اتبهدل. لا تاكل هم راجي يا فندي، لا تاكل هم. يعني لو كنا عرفانين مين اللي عاملين هالعمله كنا سلمناهم وريحنا دماغنا وريحنا غيرنا. اي صادق مختار صادق. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجال. الله يقويكم. طلال خلي الشباب يريحوا اليوم نشوف شو ربك بيسر بكره. عمي ابو العباس انت حكيك جواهر، بس انا برايي خلي اثنين ثلاثه من الرجال على راسك الحاره لانه الفرنساوي غدار. الفرنساوي لو بده يفوت على الحاره كان فات. القصه لا قصه يوم ولا قصه يومين. انا رايي من راي طلال يا ابو العباس، نحن لازم نخلي اثنين ثلاثه من رجالنا يحرسوا مداخل الحاره بالليل، مشان اذا صار ما صار لا سمح الله يخبرونا على الحاره. اتكلنا على الله عمي، اتكلنا على الله. عطوا عينكم منيح يا رجال. ايه عمرك ابو العباس. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. السلام يا سلام يا رجال. الله معكم يا رجال. هلا انتهت المهله المحدده، نحن راهن شارطك سيدي. ألوي. احترامي سيدي، احترامي. شو صار معك يا رجل؟ والله يا سيدي المهلة اللي اعطتوها جنابكم لوجهاء الإمارية بلا فائدة سيدي. احكي بالتفصيل وبسرعة. اتصور سيدي مفكرين جنابكم عم تمزح معهم، أم شو سيدي قال؟ طلبوا مهلة شهر كامل لتسليم الفاعلين. شهر كامل؟ تصور يا سيدي تصور، هدول الجماعة عم يعزونا معاجز سيدي. امبوسيبل، مستحيل. طبعا سيدي طبعا مستحيل، وانا قلت لهم استحالة موافقة جنابك عليك مدة، بس الجماعة سيدي ضلوا راكبين راسهم. هدول عم يحاولوا يضيعوا الوقت. طبعا سيدي طبعا عم يروغوا، وهذا الشيء سيدي مو جديد عليهم، وانا قلت لجنابك سيدي انه هدول الجماعة انه العلاقة بالتستر على الاصابات والمجرمين والفارين بالعدالة سيدي، وشيء كثير منهم. بتخليك على راس عملك لحتى اعطيك التعليمات. بأمرك سيدي بأمرك. وبتترك دورياتك عم تراقب كل تحركات اهالي الحي. ماشي سيدي، الله معكم سيدي. انا بورجيكم يا اهالي الاماريه، يا وجهاء الاماريه، اذا ما بخليكم تمشوا وتتلفتوا حواليكم ما بكون انا راجي، اذا ما بخليكم تقولوا بالطريق راجي 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 كمان ما بكون انا راجي. بسيطه بسيطه. بتبلغوا قوات مداهمه للجهوزيه بسرعه. حاضر سيدي. وامرك سيدي. أنا متأكد إنه رح يفشل. هذا الغبي مش عارف مع مين بيتعامل، ولا عارف مين هن أهل دمشق. معك حق كولونيل، ما بيعرفوا. خسارته رح تكون كتير كبيرة، ترو جراند. كولونيل فرانس، كنت في ستوبيد. لا لا ولا لا يا بلا. الله أكبر يا
على العيون طهر وصل اطرابا يوم المحن من صور الله اكبر يا وطن بابك غالي في غلا العيون طهر وصل اطرابا يوم المحن من صور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي يا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده الك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم احبابي